مساء الخير عليكم متابعينا الكرام ومتابعي ومشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان. اهلا بكم في لايف جديد من محافظه المنيا. عاشت الطفله مكه اسماعيل شادي 5 سنوات اللي قدام حضراتكم دلوقتي وشايفينها. هذه الطفله ذات الوجه البشوش 5 سنوات من قريه ابو العيدين مسقره وصندفه التابعة لمجلس قروي صندفة في محافظة المنيا. مكة عاشت مأساة حقيقية حيث دخلت في غيبوبة كاملة لمدة شهر كامل، يعني 720 ساعة. مكة صاحبة الوجه البشوش اللي قدام حضراتكم دلوقتي 5 سنوات دخلت عند طبيب جراحة لتجري عملية جراحية تجميلية، ولكن للأسف يعني قد يكاد أنه تم في إهمال طبي وتعرضت له. بعد ما طلعت من عند الدكتور حصل لها نزيف وكمان دخلت في غيبوبة. طلعت الأسرة على بعض المستشفيات العامة والخاصة، ولكن لم يمهلها القدر وتوفت بعد شهر كامل من الغيبوبة. هنعرف تفاصيل أكتر مع الأسرة دلوقتي، مع الوالد والعم. مساء الخير، البقاء لله. عرفنا تفاصيل الواقعية. مفيش تفاصيل، احنا بنتي كانت بتعاني من ثقب في الحلق، عملنا العملية، تعبت، نقلناها المستشفى، دخلت في عندها نزيف على المخ، مش عارفين احنا عندها ايه بالظبط. المهم المستشفى عملت قضية، بلغت يعني المستشفى التأمين. بلغت، فاحنا مستنيين الطب الشرعي يشوف ايه، احنا ما نعرفش حاجه. هي كانت داخله تعمل عمليه ايه؟ ثقب في الحلق. في الحلق اللي هو الفم يعني؟ لا. في الفم. بس تعبت، احنا مش عارفين نتيجه التعب ده ايه. ما نعرفش، مش هنظلم حد احنا. انت كنت فين؟ في ليبيا. كنت في ليبيا. انت ابو مكه. بقالك كام سنه بتشتغل في ليبيا؟ سنه. بقالك سنه، يعني هدي لك سنه هناك ما نزلتش غير نزلت دلوقتي بعد سماع الخبر. عرفت الخبر ازاي؟ كنت متابع معاهم الحالة. كنت متابع معاهم على التليفون لما بتروح المستشفى، طب ايه الاخبار؟ لحد ما قالوا لك توفت. لا تعبت، انا جاي تعبت، يعني انت نزلت قبل ما بعد العملية بيومين. بعد العملية بيومين. كنت بتتحرك برضو معاها على المستشفيات. فاحنا مش عارفين ايه الاشعاعات فيها ايه والتحاليل فيها ايه. طيب عند الدكتور حصل ايه؟ انت كنت موجود ساعة العملية؟ لا. مين كان مش موجود؟ عامل عملية ولا واحد طبيعي، ما فيش مين حاجة. كان موجود؟ جدها عام يعني. جدها؟ تعرف بيك؟ محمد لطفي عبد المنعم. أهلا بيك. الله يخليك. احكي لنا التفاصيل، أنت كنت حاضر العملية، إيه اللي حصل؟ أنا البنت ما كانتش بتشتكي من حاجة، كانت بتشتكي من الثقب بس في الحلق بس. ثقب في الحلق. ثقب في الحلق، فرحنا خوفنا على البنت بس لأن كانت صوتها أخنف شوية. ودي بنت يعني عموما، ودي ولاية والإنسان، خوفنا بكره وبعد، وان شاء الله لما تكبر البعوسه خوفنا تبقى صوتها مش حلو كويس. فانا قلنا نعمل لها عمليه جراحيه، فرحنا عند الدكتور واتفقنا العمليه، واقتضى الاجر بتاعه كاملا، واقتضى اجره كاملا. وبعد البنت قعدت 5 سنين ما بتاخدش حتى اصلا برشام يعني ما شاء الله عليها، صحتها كويسه، اللهم صحتها صل على كويسه جدا، النبي. ومعانا فيديوهات بيها وصور كامله 100 100. فبعد العمليه مباشره البنت حالتها اتدهورت تماما، وجبناها هنا وكنا بنتابع مع الدكتور، وكان بيصبرنا بالكلام ويدينا علاج. لكن البنت كل يوم في التاني حالتها في النازل، لا اكتر ولا اقل. نازل ازاي يعني؟ كنت بتشوف ايه؟ تعبانه، ما فيش جديد، المفروض تبقى في العمليه ما فيش جديد، لكن ما فيش جديد بالنسبه لها. رحنا عند الدكتور، كانت يعني كانت بتنام على طول، كانت بترجع، كان بيحصل لها ايه؟ كانت بترجع، ما فيش اكل، ما فيش شرب، ما فيش اي حاجه خالص. فرحنا عند دكتور اطفال، لقى عندها هبوط حاد كامل. فخد حولنا على المستشفى العام برا مزار، فرحنا برا مزار وقعدت مكست يومين كده، يوم كده او يوم ونص. فاتصلنا بالدكتور اللي هو جراح العمليه، يعني مستشفى برا مزار، دخلتها المستشفى، دخلتها وقعدت يوم يوم ونص، يوم يوم او نص، يوم ونص. فاتصلنا بالدكتور قلنا له البنت حالتها تعبانه بعد العمليه، اللي هو جراح العمليه. فبصراحه وبعجل خدها وحولها على سوزان. وبعد سوزان قعدت فيها يوم، في اخر الليله سوزان جت ما فيش مكان، البنت لازم تخش عنايه مركزه.
فما لقيناش في مستشفى زين عين مركزه، اضطرينا عربيه اسعاف مجهزه تطلع بينا، رحنا مركز امان في المنيا وعينيه مركز عينيه خاصه على حسابنا. واتصلنا بالدكتور ساعتها، جاء الراجل ووقف معنا شويه بصراحه، لكن البنت كان برضه حالتها في النازل. وفوجئنا بعد يوم بعد 3 أيام أو 4 أيام ان هو لقى لها مكان في التامين الصحي ونقى لها طلب منا. هو نفس الدكتور؟ هو نفس الدكتور اللي عمل لها العمليه. اصل دي شهاده برضه، شهاده انا اقول اللي هو اللي تواصل مع المستشفى التامين. هو كان من تعم متواصل مع المستشفى. ولما نجينا من التامين الصحي في مركز امان عملنا اشعاعات على المخ وبتاع، اثبتنا ان البنت طلع نزيف، حصيلها نظيف على المخ وفيروزات. نزيف على المخ وفيروزات. فيروسات. فيروزات. فيروسات. ونزيف على المخ. آه. فهو لجانا مكان في مستشفى التامين الصحي بنا في المنيا، فنقل البنت واحنا ما كناش اصلا موجودين، فاتصل بينا قال انا ممكن انقلها وحضراتكم مش موجودين، بس بعت له الصوره بتاعت الميلاد بتاعتها. بعتنا له صوره شهاده الميلاد، والراجل يعني نقلها ووقف معانا. يعني نقلها من مستشفى خاصه. ايوه نقلها من عنايه مركزه خاصه. من عنايه مركزه خاصه لمستشفى التامين الصحي. مستشفى التامين في عنايه مركزه بارده، بحيث ان هي تبقى على رفقه الدوله، ان هو صحيح احنا ما عندناش فلوس نصرف المبالغ، لان العنايه مركزه كل يوم عاوز تصرف 1000 او 2000 جنيه. انت عارف الحاله، احنا ناس مثلا ناس على قد حالنا كويسين الحمد لله، مستوره كويسه والحمد لله، وهو يعني خلى نفسه بيدفع فلوس كل يوم الثاني. يعني هو كان الدكتور اللي عمل لها العمليه هو اللي بيدفع الفلوس في المستشفى الخاصه؟ مش في العنايه المركزه الخاصه، كان بيدفع الفلوس. كان بيدفع صراحه فلوس. يعني ايوه كان بيدفعها ليه؟ كان قلنا له احنا ما عندناش فلوس نصرف على بنتنا، وبنتنا كانت ما فيهاش حاجه وما اعرفش من العمليه، ما اعرفش من ايه، الله اعلم ورسوله. فهو احنا ما بنفهمش في الطب كويس، فهو طبعا نقلها على المستشفى التامين الصحي. وبعد كده قال انا اللي عملت اللي يملي عليها ضمير وعملت اللي عليا. ومكثت قاعد اياه فوق ال 15 يوم في العنايه المركزه في التامين الصحي، لحد ما ربى كل واد صاحبه وضيع خان وضيعته. توفت امبارح. توفت امبارح. كنتوا معاها ساعة الوفاة؟ كنا معاها. يعني كان كانت قبل ما تتوفى، ايه اخر لحظات بينك وبينها قبل ما تتوفى؟ العناية المركزة ما ينفعش تخش. ما تعرفش تخش. مين مرافق كان قاعد جنبها؟ ما منعوا المرافقين تخش معاها. في الأول كانت فعليا اللي كان دخلت أوضة الأطباء منعوا المرافقين خالص نهائيا. بس. لكن كنت بتدخل تطمن من الدكاتره وتشوفيها وتشوفوها وتطلعوا. خش نطمن بس اكتر. طيب اخر مره شفتها، اخر مره شفتها برده كانت عامله ازاي؟ يعني كانت برده تعبانه في اخر يوم ولا؟ بنت بعد العمليه مباشره في خلال 4 أيام دخلت في غيبوبه تامه. انا مركز غيبوبه تامه بعد العمليه ب 4 أيام، بعد عمليه التجميل للدكتور. بعد عمليه بعدها 3 أيام مباشره دخلت في عينيه، دخلت في غيبوبه تامه، لا كلام لا ولا شرب ولا اي حاجه، ولا هي خلاص في غيبوبه تامه، من عينيه مركزه لعينيه مركزه لحد ما صاحب الوضع اخذ وضعه. بس لحد ما توفت امبارح. فالاب توفت امبارح الساعه كام؟ توفت امبارح بعد العصر او مع العصر او بعد العصر. بعد العصر كده. فالاب انه برضه الانسان برضه دي عيال، والواحد بيبقى والدين وبس علينا من بنته، لان بنته كانت سليمه 5 سنين. فكان بيشوك هل من العملية أو مش من العملية، الله أعلم. فهو عاوز يدعبس على حاج بنته. إن كان من العملية، إن كان من العملية يبقى إحنا ناس فقراء، القانون ياخد مجراه. إن كانش من العملية يبقى الراجل إحنا ما نقدرش نظلمه. الله حد الآن أنا ما نقدرش أظلم. ولو بس عملتوا محضر. عملنا محضر. تمام. أيوه، لأن عملنا محضر عايزين نعرف بنتنا سبب موتها إيه. لان انت خلي معاك بنت دي 5 سنين ما فيهاش اي حاجه، وبعد جراء العمليه حصل لها ده كله من ايه؟ ان كان قدر ربنا احنا راضيين بيه، ان كان من الدكتور يبقى القانون ياخد مجراه، لا اكتر ولا اقل. احنا ما نقدرش لحد الان ما نقدرش اصدم الدكتور واقول بسببه، حرام علي، ما جناش على حد. لكن انتوا خدتوا كل الاجراءات القانونيه، خدنا اجراءات قانونيه عشان نعرف انت برضه. انا من حقي النيابه قالت يتم العرض على الطب الشرعي صح؟ ايوه النيابه جابرتنا بالطب الشرعي، لان من حقي نعرف بنتي ماتت بسبب ايه؟ السبب اللي ماتت بيه؟ ماتت بسكته قلبيه، ماتت بايه؟ صحيح سبب الموت ايه؟ لان 5 سنين طفله معايا بتلعب بتجري ما فيهاش اي حاجه نهائيه. السبب الوفاه بتاعتها عاوز اطمن، ان كان مني ان كان من عند الله
يبقى الحمد لله انا راضي بقضاء الله. صحيح. ان كان من عند الدكتور يبقى قانون ياخذ مجراه وانا حق بنتي ما يرضحش لا اكتر ولا قل عشان ما يحصلش في اولاد تانية غير كده وغير كده، لان لو في سلسله ودي اولادنا لازم نخاف عليهم، لازم حقها ما يرضحش حتى ربنا يحاسبنا عليها بكره وبعده. خلينا البنت دي ظلمتها ولجعتها ما حرام عليها. بس ما عنديش كلام جديد عن كده، انا مش فاهم حد عليه. هي كانت في المدرسه حضانه لسه 5 سنين يعني، كانت في حضانه. كانت في حضانه، بتروح الحضانه وتيجي، بتروح حضانه وتروح كتاب و100 100 امورها تمام. كانت بتحفظ قران ولا حاجه؟ اه بتحفظ، تروح وتروح مع زمايلها واولاد عمها وتروح 100 100 مش اي حاجه بالنسبه لها. وانا حاليا ما اقدرش اتهم حد اتهام مباشر، عشان اقول لك انا متهم الدكتور ده اتهام مباشر. انتوا عملتوا محضر شرطه ان في اهمال طبي وقع على الحاله، والمحضر ياخد مجراه والطب الشرعي. عملت محضر على اساس ان بنتي كانت تعبانه، تعبت بعد العمليه، وعاوز اعرف، مش بتهم الدكتور شخصيا اكيد، انت عايز تعرف ايه اللي حصل، ايه الحل اللي حصل. بنتي اذا كانت هل من الدكتور ولا هل من حصل لها مضاعفات ولا هل من ايه؟ هل من ان كان من عند الله والدكتور بعيد، يبقى احنا مش عاوزين نظلم حد ولا تجن على حد. صحيح. ولا اظلم اي حد، يعني احنا في انتظار التقرير الطب الشرعي. ايوه، عشان انا ما اظلمش، ان انا حرام عليا، انا مش مش متاكد ان الدكتور مثلا السبب او ايه السبب. الطب الشرعي لازم ينصفنا على الحل زي دي. اكيد طبعا الطب الشرعي ينصفنا، ولكن الشك ملك قلوبكم، ملك قلوبكم ان انتوا في حاجه حصلت. في شيء غامض في البنت الحاله تتضغط بالطريقه دي، في شيء غامض، لان ان بيت 5 سنين ما فيهاش اي حاجه اطلاقا، اللي هو العيب الخلق اللي خلقه له ربنا سبحان الله وتعالى فيها، بس لا اكتر ولا اقل. لكن صحيا صحه سليمه، عملت لها تحاليل قبل العمليه 100 100، التحاليل بتاعتها كويسه، حتى الدكتور قال حتى ما عندهاش انيميا وصحتها تمام 100 100 وتسمح باجراء العمليه عادي. بس لا اكتر ولا اقل. لو لا قدر الله في اهمال طبي، متمسكين بحق بنتنا مكه. الفئة خير جدا يا رب، مقدرش اقول لك لا جدا. اكيد قرار يرجع لوالدها ومشوره بعد كده، عشان اقول لك انا مقدرش احكم ولا اقدر اظلم حاليا. اكيد يعني لو حتى لو في اهمال اكيد انتم متمسكين بالاجراءات القانونيه. اللي فيها خير برضه جدا يا رب ان شاء الله، لا اقدر ولا اقل. وبرضه لسه بقولها، انا مقدرش اظلم اي حد، لا دكتور ولا غيره. اعرف بنتي سبب وفاتها بس، عشان انا ارتاح وهي تنام مرتاحه، عشان بكره وبعده لما اجابلها ما تقوليش انت ظلمت انه ما جبتيش حقي. لا اكتر ولا اكتر ولا اقل. احنا في دوله قانون ودوله حريه، لازم انا اعرف في طب شرعي. الحمد لله مصر بخير، فيها كل حاجه كويسه، ونعرف بنتي لما فيها، ويخلف عليها ربنا هو، ويصبر ويصبر والدتها، امورها تبقى تمام وان شاء الله خير ان شاء الله. شكرا والبقاء لله. اعزائي المشاهدين والمتابعين الكرام، زي ما احنا شايفين ومتابعين معانا ومعاكم دلوقتي من مسقط راس الفتاه الجميله اللي قدام حضراتكم دلوقتي، مكه اسماعيل شادي البالغه من العمر 5 سنوات، اثر وفاتها داخل احدى المستشفيات بعد تعرضها لعمليه جراحيه. اتمنى ان نكون يعني اخذنا تفاصيل كامله من الاسره. شكرا جزيلا على حسن المتابعه، كنت معكم من المنيا محمد علي عبد المنعم.